بتدبر من العماد عون نفسه. كيف بتدبر من العماد عون نفسه؟ للأسف أنا أكيد يعني وقتها لو كنت هيك على اطلاع ويعني هيك عم ما كنا نفكر إنه نبعد أي شبهة، ما ممكن نشتبه بأي شيء. بين اللواء جميل السيد اللي كان صار مدير عام الأمن العام والعماد عون كان في اتصالات مفتوحة دائما. من ضمن هالاتصالات كان في قرار سوري بضرب مصالحة الجبل. صح. كان صارت مصالحة الجبل. صح. طيب كيف بدك تضرب مصالحة الجبل؟ بخلق تحالف آخر. طيب ليش نعمل 7 آب؟ وبمعرفي وتنسيق مع العماد عون نعمل 7 آب لأنه العماد عون بيستفيد منه شخصيا لإشعال حالته الشعبية، لتحريك حالته الشعبية أكثر بعد مرحلة ضمور نسبي طبعا على مدى 10 سنين بعد الرئيس لحود كان. طبعا صح. في مرحلة ضمور نسبي طلع الرئيس لحود كأنه المنقذ، صار في لابد شافوا أنه لا الرئيس لحود مش قادر يشكل الشعبية المسيحية، فإذا في عنا شعبية مسيحية جاهزة بده مين يولعها يحركها. صارت 7 آب بهالذهنية هيدي بهالهدف، و9 آب تاني يوم بعد يومين وضربوا وبهدلوا واعتقلوا الشباب المحتجين قدام قصر العدل وبيناتهم المحامين، كانت كمان بالتدبير ذاته وبالمعرفة ذاتها لزيادة العاطفة وإشعال العاطفة المسيحية لمصلحة العماد عون. على طريق السبعة وتسعة آب عظيم، بس 7 و9 آب إذا بدنا نروح بهالنظرية ما استهدفت فقط عونيين أو ناشطين في التيار، راحوا ضحايا القوات مثلا في الدكتور توفيق الهندي يلي هودي راحوا ضحايا على الهيم، معلش بعتذر على كلمة على الهامش مهمين جدا، ولكن راحوا ضحايا الخطة. يعني في كتير مرات بيسموها سايد افكت، يعني نوع من اضرار جانبيه، في اضرار جانبيه لهالخطه بيكون، بس الهدف كان هدفين ب7 آب و9 آب، ضرب مصالحه الجبل لانه كانت بس يعني هذا حكم عن نيات كان. لا 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 مش حكم نيات معلش، لا لانه شوف شوف فينا يعني نثبت قدام الراي العام هذا الامر مع يعني هذا قراءه. اليوم انت كيف تقرا الحرب العالميه الثانيه؟ ما كنت فيك تقراها بلحظتها، كيف تقرا كل النزاعات بعدين مع مرور الزمن بصير تقراها بوقائعها طبعا. يعني انا ما كان مطلوب مني اني استكشف هالامور هالقد وظن سلفا انه في هالنيه هيدي، ولكن عمليا هيدي هي النيه. والبرهان انه برهانين ب9 آب، بعض اللي اشتركوا بضرب العونيين والمتظاهرين قدام قصر العدل هن عونيين ومعروفين، وانا كنت اتلقى صفتي مسؤول بالتيار شكوى انه هيدا بنشوفه بهيدا عوني، بس بيطلع وزاره الدفاع بنشوفه بيطلع وزاره الدفاع هيدا، وسموا لي اشياء باسماء من المتن وغير المتن والمناطق الثانيه. كان في اراده باشعال وتحريك العاطفه المسيحيه لخلق حاله موازيه لحال ارنت شوان والبطرك وموازي طبعا لوليد جنبلاط هذه قراءة هلا، بس القراءة بوقتها كانت انه اللي ضرب مصالحة الجبل، وبالتالي وقت اللي شعر النظام اللبناني المتحالف مع النظام السوري انه الارض عم تهتز من طيب تحته، فيك تفسر بالتالي لي كان بده يضرب المعارضة المسيحية. طيب خليني اسأل سؤال، فيك تفسر لي ليش وقت عبون بالريو 160 شاب ومسؤول واخذون على وزارة الدفاع ووقفوهم بصفوف تيفرزوهم، في 3 بس خلال ساعة ساعتين 3 كانوا مطلعينهم، 3 بس، معلش إذا سميتهم مع الاعتذار الشديد لأنهم هودي رفاق كانوا، ورح أقول ليش طلعوهم. هو جبران بيسيل ما بقي أكثر من ساعة ونص ساعتين، ما بعرف ليش، هلا يمكن بعرف ليش بس إنه بتركها للرأي العام. ليش ما اعتقلوه جمعتين؟ في ناس شيوخ كبار بالعمر، في ناس يعني اعتقلوا ناس بكيو. تاني هو الدكتور ماريو عون نقيب الأطباء، أنا هلأ بفسرها أنه بس عمل نقيب أطباء بلحظة، أول زيارة كانت للرئيس لحود وصار في تنسيق لطيف، وإيش وقتها نحن احتجينا أنه ليش الانفتاح هالقد. والتالت هو الدكتور كميل خوري المرشح اليوم على هودي، 3 اطلقوا سراحهم واعتذروا منهم من بعد ما اكتشفوا لانه كانوا واقفينهم بس مش عارفينهم منين، يعني جايين هيك بدكمه يعني اعتذروا منهم. ليه؟ انا عم بسال ليش؟ على كل صحيا؟ لا ما بعتقد. على كل حال طبعا السؤال نتركه الى المواطنين، مثل ما قلنا يعني انه هيدي طبعا وجهه نظر لإلك شخصيه. أنا يعني انا كنت عيني شخصيه، اوكي شخصيه، انا كنت عيني احيانا من وشكي
للعماد عون عبر الهاتف انه فلان المسؤول عم يطلع على الاصل الجمهوري بشكل دائم، وفلان عم بيطلع على وزارة الدفاع عند المخابرات بشكل دائم، وفلان عم بيروح يجتمع بنائب سابق معروف بانتمائه للنظام السوري، وعم بياخده الى عنجر والى هذا اللي كان بيروت محمد خلوف، وعنجر هو رستم غزالي. كان الجواب لا نحن رافضين وبدنا نهزبه بدنا نحاسبه. اكتشف بعدين انه عم يتعزز وضعه، انه يعني في دلائل ومؤشرات على هذا التعاون. انا ما عم سميه عمالي، هذا التعاون اللي حكي عنه انه رئيس جميل من 76، انا عم بعطي وقائع حديثي كمان يعني من كم سنه، بدل انه في نوع من علاقه تحت الطاولة. هلأ للأسف ما بقى حدا قادر يغطيها، صارت طلعت فوق الطاولة، صارت مبينة. مشان هيك أنا صار لي سنتين ونص كنت ساكت عن كتير مواضيع، وهلأ بعدني ساكت عن مواضيع لأنه ما كل ما يعرف يقال، خاصة إذا كانت الحقيقة ممكن تودي لأذى، بس إذا الحقيقة بتودي للوضوح ولا تبيان هيك توضيح الرأي العام بيسوى تنقال. لو كانت مرات يمكن تعرض صاحبها لبعض الأذى أو